كانوا يجي رسالة القضاء باستئناف الوكيل جلالة الملك المحكمة استئناف والوكيل العام والقضاء باستئناف انهم يعطوني الحق ديالي، انهم يعطوني الحق ديالي. راني ضعت، راه ما عندي مول، راه ما عندي باق، راه ما عندي حتى شي، عطاني غير يتيمة خدامة في مقهى. أيام اليوم دازت عندي جلسة في اسفي 23 في محكمة استئناف، واليوم جلست اجلت النهار 23 في شهر 6. واليوم هاد السيد نصب عليا وانا ما كنتش كنعرفو، السيده اللي خدامه معايا في القهوه هي السبب ديالي، هي اللي جابتو ليا. قالت لي انا هاد السيد جا دابا انه طالبك الزواج، مد ليا 12 مليون ونصب عليا وضحك عليا وشوهني ووسخ ليا السمعه ديالي، نصب عليا وامو اخته والشريكه ديالو. ولا سبت هاد السيد كنعرفو ولا نهضر معاه، كنطالب العداله ما يعطونيش 50 سنين ديال الحبس، انا باغي 10 سنين ديال الحبس. السلام عليكم اخواني المشاهدات اخواتي المشاهدين، اليوم انا زايره من الطالم ولات النصب والاحتيال وجايه من مدينه جمعه السحايم. اليوم دازت عندي جلسه في اسفي 23 في محكمه استئناف، واليوم جلست اجلت النهار 23 في شهر 6. واليوم هاد السيد نصب عليا وانا ما كنتش كنعرفو، السيده اللي خدامه معايا في القهوه هي السبب ديالي، هي اللي جابتو ليا. قالت لي انا هاد السيد جا دابا انه طالبك الزواج، قلت لها دابا يمشي يجيب دارهم. جا عندي هو هضرت معاك تسير جيب داركم. جاب عندي مول مجيه الاولى، تفاهمت معايا، شافتني، تعشات، مشات هي وياه. المجيه التاليه فات رمضان جاب اختوق، راجل اختوق وامو، تفاهمنا هضرنا، قال لي غنتاهي من العمل ديال القهوه ما تبقيش تخدمين. تي واشنو غندير؟ قال لي غتريحي في الدار وغتعاوني معايا، غندير سياره ديال النقل، نقل بها نهز بها للبلايص نبيع ونشري، واني غتعاوني معايا. قلت لي مرحبا، قبلت، تفاهمنا. قلت لي انا ما كراشي، رجعت انا نجلس في داري وارتحت انا من العذاب ديال المقاهي، ما نبقاش خدامه. واجا عندي ديك النهار بالجمعه ووقف عليا، قال لي ودابا صافي الطوموبيل راني دبرت عليها، ها هي شوفي التليفون، شوفي التصاور كي دايره، طوموبيل مزيانه، غادي تعطيني الفلوس نمشي نشريها. قلت لي وحنا باقيين حتى الاثنين، هذا غنقادو الوراق ديال الكتبه ديالنا ونتكاتبو وندفعو الوراق للقاضي، واللي غنمشي انا وياك ونجيب الطوموبيل كيما اتفقنا، نص ليا ونص لك. قال لي لا، واش انت ما كتيقيش فيا؟ واش حنا غنتجاوزو ما غتيقيش فيا؟ واش الثقه ما كتكونش ما بين الراجل والمراه؟ خاصك تيقي فيا. انا غنجيب اليوم الطوموبيل ونهار السبت والحد غنقادو الوراق ديالنا، ندفعو من القاضي، ديك الساعه نقادو الوراق على كل شيء. عيط لي نهار الحد قال لي الطوموبيل تسرقت، الطوموبيل تشرات نهار الجمعه، ونهار الحد عيط لي قال لي الطوموبيل تسرقت. وانا السيده درت خطا كبير، دخلت هو وامو اخته في الشكايه، والسيده اللي جابته لي عندها اض في النصب معاه انا ما دخلتهاش. عصابه هو وامو واخته والشريكه ديالو كتكون بدرب السرسار، وهذيك اللي عندها اض في النصب معاه، وانا بغيت بحثي يكون عليا في جمعه سحيم. راني خدامه في قهوه 13 عام وانا كنخدم في قهوه في جمعه سحيم، ولا سبت هاد السيد كنعرفو ولا نهضر معاه، كنطالب العداله ما يعطونيش 50 سنين ديال الحبس، انا باغي 10 سنين ديال الحبس اللي تعطيني العداله. هادشي اللي كنطلب انايا، باش انه نصب عليا وضحك عليا هو وامو واخته ودا لي رزقي، دا من عندي 8 المليون، رجع غب بشهر جا قال لي باش غنصاوب الطوموبيل، ضربتها مع كاميو درت كسيده باش غادي نجيب السلعه ونصلح الطوموبيل. دا من عندي 4 المليون الاخرى هي 12 مليون، وعلى ايد الشهود، وعلى ايد الشهود حاضرين. جات اختو كتعيط ليا كتقول لي قال لك صيفطي ليا الفلوس، كنصيفط ليها هالروسيات هما عندي ديال وفاكاش، الروسيات هما عندي بيسي ديال وفاكاش باش كنصيفط ليها 4 المليون اللي دات ليا، 4 المليون كنصيفط لها تصيفط الاخرانيه فيها 160 الف ريال. ودابا اختو فحالات فرار هربانه الدرك الملكي، انه معاهم الدرك الملكي ديال جمعه سحيم كيطلعوا لدوار المواقر قياده سيدي عيسى، كيقلبوا تما مخبيه، كيدرقها خالها كيقول لهم ما كايناش. طلعوا ثلاثه الدراكين ومعاهم لاجودان بلا ما نذكر الاسماء ديالهم. الدرك الملكي رجع للجمعه وهي ركبت في الطوموبيل ومشات، والدرك الملكي كنشكرو داروا معايا خدمتهم ودايرين مجهودهم ورحبوا بيا، وينيه هما كيضربوا تماره، يمشوا لدوار المواقير قياده سيدي عيسى وكيرجعوا. واليوم دار على بحث انها تصابت في القامره بالرباط كتسكن، وان هي الروسيات اللي كانت الوكاله اللي كانت كتسحب منها الفلوس وفاكاش تم فين تصاب العنوان ديالها.
وانا درت خطا كبير ما دخلتش هاد السيده الشركه معاه، دعيته هو امه واخته والشركه ديالو العصابه ديالو الشركه اللي جابته لي عندها يد في النصب معاه وعندها علاقه معاه، ما عرفت حتى على الاخر. شاري الطوموبيل يضل مركبها يدور بها يدور هو وياه في الثليثه في الوالديه في خميس زمامره كيدور هو هاد الشركه ديالو الصديقه ديالو، وهذه انا ما دخلتش في الشكايه، انا درت خطا كبير. اليوم كنطالب بالحق ديالي وموجه رساله لجلاله الملك محمد السادس، جلاله الملك محمد السادس انه هو بغيت الحق ديالي. واليوم المحكمه الابتدائيه نعطاو 16 شهر سورسين، الداليه 12 مليون واختو كتدي 4 مليون، هي 16 مليون، هي 16 مليون اللي كتدي لي اختو، ها 16 مليون. المحكمه اجلوها دابا حتى النهار 23 في شهر 6، انه لقيت المحامي ما دارش ليا المطالب بالحق المدني، ما مخلصش ليا الصندوق، الاستاذ الكديره كينوب عليا. اليوم انا دخلت معايا الجمعيه ديال حقوق الانسان الله يجازيهم والله يكثر خيرهم، وقف معايا المحامي ديال الجمعيه، وقف معايا الاستاذ ديال الجمعيه، ونخلص دابا انه القوانين غادي تصاوب ان شاء الله. والمحكمه الابتدائيه ملي عطيتو 16 شهر سورسي عطوه براءه، عطوه براءه اجود برؤوه، مد ليا 12 مليون ونصب عليا وضحك عليا وشوهني ووسخ ليا السمعه ديالي، نصب عليا وامه واخته والشريكه ديالو، واليوم نصب على عيالات اخرين كلهم دعاو جوج تفاصل معاهم وحده تكاتب معاها. وهاد السيد راه اختصاصي في النصب وفي الاحتيال دوار المواقر قياده سيدي عيسى، كنوجه رساله للقضاء باستئناف الوكيل جلاله الملك من محكمه الاستئناف والوكيل العام والقضاء باستئناف انهم يعطوني الحق ديالي، انهم يعطوني الحق ديالي، راني ضعت، راه ما عندي بمد، راه ما عندي بباق، راه ما عندي حتى شي، عطاني غير يتيمه خدامه في مقهى، خدامه في مقهى بجمعات سحيم، بجمعات سحيم ويكون عليا بحث الا كنت السيد كنعرفو وعندي به شي علاقه، انا كنطالب العداله تعطيني 10 سنين ديال الحبس. وهاد السيده هي اللي جابتو لي وعندها يد في النص معاه، كنوجه رساله لمحمد السادس ويخليه الامير مولاي الحسن والاميره لالا خديجه، كنوجه رساله لعزيز اخر نوش رئيس الحكومه، وموجه رساله لوزير العدل. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.